مرحبا سكان ريفير. مع دخول شهر مارس تستمر حالات كوفيد 19 في الانخفاض مع بدء الحصول على اللقاح. أعلن الحاكم بيكر أمس أن المعلمين في جميع أنحاء الولاية سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح ابتداء من يوم 11 مارس. قرار الحاكم بيكر بإضافة المعلمين إلى قائمة الأولوية للولاية يعني أنه سيسمح للمعلمين أيضاً بالحصول على اللقاح في أي من المواقع التطعيم البالغ عددها 170 موقع في الولاية. بالإضافة إلى ذلك، قال الحاكم بيكر من المتوقع أن يخصص مركز قيادة الولاية أياماً محددة في مواقع التلقيح الجماعية للمعلمين للحصول على التطعيم. ابتداء من الأسبوع المقبل ستسمح المدارس الحكومية لريفير للطلاب بالعودة إلى الفصل الدراسي في نموذج تعليمي مختلط. عندما تم الإعلان عن ذلك قال العمدة براين أريغو: لقد عملنا منذ شهور لمنح طلابنا الفرصة للعودة إلى فصولهم الدراسية، ومن الرائع أن نتمكن من توصيل هذه الأخبار إلى جميع العائلات التي انتظرت طويلاً. حان الوقت لبعض الراحة من التحديات التي ظهرت في هذه الفترة الممتدة من التعلم عن بعد. بموجب الخطة المعتمدة سيكون لدى العائلات خيار للسماح لأطفالهم بمواصلة حضور الفصول الدراسية إما عن التعلم عن بعد أو الانتقال إلى النموذج المختلط. سيقوم مدير المدارس بإرسال تفاصيل محددة إلى طلابهم في الأيام المقبلة أثناء إعدادهم للخطط لبدء التعلم المختلط. هذه كلها علامات مشجعة، ولكن من فضلك تذكر دائما أن تكون يقظا وارتدي الكمامة وحافظ على مسافة 6 أقدام من الآخرين، وعندما يكون ذلك ممكنا إذا شعرت بالتعب فيجب البقاء في المنزل. سنعود بمزيد من التحديثات الخميس المقبل. لا تتردد في التواصل معنا على اتصال بريفير على 311 أو 781-286-8311 بأسئلة حول إعادة فتح المدارس. شكرا على حسن استماعكم.